النهاردة إن شاء الله هنعمل الحمص بكل تفاصيله، الحلبسة الجميلة في الشتا دي بقى هتدفينا وتدفي ولادنا. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم، هقول لكم الطريقة. ومشاهدة طيبة، يا رب اكون كده ضيفة خفيفة عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بمتابعيني الكرام، اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة. الجو ساقع جدا بقى وعايزين حاجة تدفينا، هنعمل ان شاء الله كده الحلبسه بكل تفاصيلها. حمص الشام مغذي جدا للاطفال وللكبار. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم وهقول لكم المقادير. عندي هنا كوباية حمص، معلقة صلصة كبيرة، ليمونتين كبار، 3 حبايات طماطم متقطعين 4 ارباع، فصين ثوم متقطعة 4 ارباع. عندي هنا معلقة كمون كبيرة ومعلقة شطة كبيرة وملح على حسب الرغبة. اول حاجة هنجيب كوباية الحمص، هننقعها في المية لغاية تاني يوم وهنشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ده شكل الحمص تاني يوم، شايفين الحباية كبرت ازاي ونفشت. يلا بينا بقى على الطريقة. هنجيب حلة فاضية كده، هنحط رطل من المية فيها، مية من الحنفية عادي، وبعد كده هنسقط الحمص. مفيش اسهل من كده بقى، هنحط معلقتين الصلصة، ننزل كل الكمية كده، معلقتين الصلصة كده، ما تسيبيش اي ايه حاجة في الطبق. هتنزلي عليها بالطماطم والثوم، هتسيبيها بقى على النار كده لغاية ما تاخد وتدي معاها بعض كده وتستوي، وهنقول ان شاء الله هنعمل ايه. اول ما الحمص يستوي يبقى بالمنظر ده، شايفين ريحته جميلة وطعمه احلى. هتنزلي عليه بايه؟ بالكمون. هتظبطي ملحك بقى، متخليهاش ايه ولا حادقة ولا دلع، خليها كده في الوسط. هتقلبي بقى كويس خالص كده، مفيش بقى اسهل من كده. تنزل عليها بفص ليمونه، ولو حد بقى ايه عايز يزود في الكوبايه يزود. هي عليها كده كل حاجه وطعمها جميله، ان شاء الله هتعجبكم وهتدفيكم في الشتاء. حبايبي اللي ما عملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمه الكل، تنوروني بالاشتراك في القناه. هنعمل الشطه سهله خالص وبسيطه. انا جبت معلقه شطه كبيره كده، وهاخد ايه مغرفه واحده كده من الحمص اهو، وهنزل عليه على الشطه كده. هقلب بقى كويس خالص لغايه ما ايه ما الشطه تتمازج مع ايه مع الميه كده. خلاص بقت الشطه عندي جاهزه، اللي عايز بقى يزود شطه يزود. عملنا حمص الشام مع بعض، شايفين بقى الجمال. لو عايزين شطة بقى هتحطوها كده، يا سلام مفيش بقى احسن من كده. لو عندك الحمص قومي اعمليها لولادك في الساقعة دي هتدفيهم. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.